عندي فشه وعندي طحال بجيبهم من عند الجزار، تمام، وبقوم مروحه بيهم البيت وغسلاهم تحت الميه، ميه الحنفيه كده، ميه جاريه، اغسلهم كويس جدا، انزل كل حاجه من عليهم مش نظيفه، لو في اي حاجه دم الكلام ده، اي بواقي كده عليهم انضفهم اخليهم فله. بعد كده هتجيبوا حله فيها ميه مغليه، بس ميه، بس ميه مغليه وعلى النار، وتقوموا نازلين بالفشه او الطحال، او لو انتوا هتعملوا الاثنين على حسب ما انتوا عاملين. الميه تغلي، ميه بس مش حاطه فيها اي حاجه، الميه تغلي، هقوم نازله بالفشه والطحال كاني بغسلهم في الميه المغليه دي، هسيبهم يغلوا حوالي ربع ساعه، تمام. بعد ما اسيبهم يغلوا ربع ساعه هقوم مخرجه الفشه والطحال تحت الحنفيه في مصفى، اصفي واغسلهم كويس جدا بعد السلقه بتاعت ربع ساعه دي، خلاص. وبعد كده هحضر حله فيها بصل وطماطم، او لو مش حابين طماطم مفيش مشكله، بصل، حبهان، ورق لورا، مستكه، فلفل اسود، وهسيبه يغلي على النار، وهقوم حاطه الفشه والطحال اللي انا سلقتهم ربع ساعه الاول، نزلت كل الحاجات اللي مش نظيفه فيهم، وبعد كده رحت حاطه الفشه والطحال في الميه اللي متنكهه بالحاجات الحلوه اللي بالحبهان والمستكه والكلام ده كله والبصل، وهسيبهم يتسلقوا حوالي ساعه، خلاص. بعد ما يتسلقوا حوالي ساعة هيطلعوا لي، بصوا، حتى المية شفاف نظيفة، خلاص أنا كده يعني طلعت كل الحاجات اللي عندي يعني اللي مش نظيفة، أو اللي أنا يعني هلاقي فيها ريحة أو الكلام ده كله، أهو بصوا أنا بطلعها وبسيبها تبرد. أنا بس هحطها في مية دلوقتي ساقعة عشان أشتغل فيها على طول، عشان إحنا هنشتغل فيها على طول فبردها شوية، لكن انتوا هتسيبوها عادي تبرد عادي خالص. انت شايل لنا الزور يا اسلام ولا ايه؟ مش حاطط الزور؟ تمام. والطحال برضو نفس القصه، هطلعك فاصل حالا بعد ما اصفي البتاع اهو. بصوا انا بس ببردهم، انتوا مش محتاجين تعملوا كده، انتوا هتسيبوهم يتسلقوا وتسيبوهم يبردوا شويه، خلاص؟ اهو. تعالوا ناخد مقاديرهم قبل الفاصل. تمام. الثوم مش عندي اسلام، عندي فشه وطحال متنظفه وللسلق زي ما قلنا، ورق لورا، ثلاث فصوص حبهان، فلفل اسود حب، ثمره بصل اللي احنا سلقنا فيهم، اللي انا قلت لكم دلوقتي اللي انا مطلعه الفشه والطحال منهم. للتشويح محتاجين 4 معالق من الزيت، وقطع الدهن لو موجودة، مش موجودة خلاص ممكن أحط معاها معلقة سمنة أو حاجة، وعندي معلقتين توم مفروم، معلش مش توم باودر، توم مفروم، وفلفل مفروم وملح وفلفل، تمام. وبرضو ممكن أحط معاهم البهارات بتاعة المخ اللي هي جوزة الطيب والكلام ده كله. تعالوا بقى إيه، نقول المقادير مرة كمان ونطلع فاصل. عندي فشة وطحال متنظفين، وعندي للسلق ورق لورا، وثلاث فصوص حبهان، وفلفل اسود حب، وثمره بصل، والتشويح 4 معالق من الزيت، وقطع الدهن او معلقه سمنه، وعندي كمان معلقتين من الثوم المفروم، وفلفل مفروم، وملح وفلفل، وبرده هنحتاج شويه البهارات اللي احنا بنحطها للمخ. بصوا بقى المخ اهو طلعته، شايفين؟ بصوا القرمشه، سامعين؟ في منتهى الجمال اهو، حاجه كده تحفه. خلاص هخلي بقى الزيت على جنب كده عشان لما نبدا نعمل المخ التاني نقليه فيه. تعالوا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل. ممكن بس قبل ما نطلع فاصل، معلش انا عارفه انا تعباكم، هنعمل بس حاجه بسيطه كده. بصوا الطحال من الحاجات اللي ما ينفعش، انا عايزه بس اقول لكم كل التفاصيل عشان لو حد اول مره يعمل الحاجات دي. الطحال ما ينفعش نحط فيه سكينه خالص، يعني لازم ياخد، يعني ما ينفعش تقسموه، دي معلومه لازم تعرفوها كويس جدا، ما ينفعش تحطوا فيه سكينه، لازم يبقى كده قبل ما تسلقوه، تمام. في بصوا بتبقى زي جلده كده من عليه او قشره كده، القشره دي بنشيلها بعد السلق اهو، ببدا ايه اشيلها كده، فانا هشيلها واحنا في الفاصل، هتسلى كده عليها واحنا في الفاصل لحد ما ترجعوا لي اهو. بصوا بمنتهى السهوله بتتشال، تمام. فلحد ما ترجعوا لي
هتسلى كده اهي، بصوا انا عايزه اوريها لكم، هتسلى كده وهقعد اشيل فيها اهي زي الاستك كده، محتاجه ان هي تتشال كلها اهو. هفضل اقشر الطحال لحد ما كلها عندي تتشال. مهم ان انتوا ما تحطوش في الطحال سكينه خالص قبل ما يتسلق اهو. انا قعدت اتسليت بقى ايه، اقشر كده في الطحال زي ما انتوا شايفين، وحطيته في حاجه نظيفه، وبرده خلاص ده كل ده القشر. بصوا بقى اهو طحال زي الفل اهو، شال القشره ودي الفشه. تعالوا بقى نقطعه. ماشي اسلام، يلا بعد اذنك، يلا تعالى حط لي، يلا ارفع لي ده فوق شويه عشان احنا معانا خلاص وقت قليل. يلا وحط لي شويه خضره كده ورص عليهم المخ. يلا تعالوا بقى ايه نبدا نقطع. بصوا في ناس بتقطع الفشه مكعبات، انا بحب قوي اقطعها يعني بالطول كده رفيع اهو، طبعا اللي انتوا عايزينه. بصوا انتوا بصوا شايفين الفشه نظيفه ازاي، بصوا النظافه جمال. الحاجات دي كلها لو اتعملت بطريقه وحشه بتبقى سيئه جدا، عشان في ناس بتبقى اخده خلفيه عن الموضوع ان هي طعمها وحش. كل الحاجات دي لو اتعملت بنظافه هتاكلوا طعم مش قادره اقول لكم حلاوته. احنا كده بنقطع في الفشه، بصوا بصوا شايفين الفشه حلوه ونظيفه ازاي، جميله ومستويه وتحفه. طبعا لو في بقى زور قطعوا كله 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 مع بعض كده بالشكل اللي انتوا هتشوفوه. اهو بالشكل ده. تعالوا بس خلينا نحط كده الفشه على النار لحد ما نقطع الطحال. عندي بقى ايه، بما ان احنا مفيش ليه او حاجه، فهحط معلقه سمنه كده حلوه بشويه زيت. وممكن على فكره تحطوا معاها برضو شويه ورق لورا وحبهان ومستكه والحاجات الحلوه دي، او فصين مستكه هتديهم طعم خطير. وهبدا بقى ايه اشوح الفشه على النار معاها شويه ثوم وفلفل رومي وسنه فلفل حامي. هاتلي فصين مستكه كده حلوين اسمك. وهبدا اشوح كده، بصوا خلاص هي مستويه، انا بحمر بديها تشويح حلوه كده. يلا نحط الطحال كمان معاها وطبق للتقديم اسلام بعد اذنك. يلا تعالوا بقى نقطع الطحال كده، هقطعه بالشكل ده، قطعه بالطريقه اللي انتوا عايزينها اهو شايفين. فله بصوا زي الفل، نضيف زي الفل. الخطوات وطرق النظافه والكلام ده كله يا جماعه، الخطوات اللي احنا بنقولها يعني انا حاسه ان انا رغايه شويه النهارده، بس عايزه اقولها لكم عشان بتفرق جدا. يعني الموضوع ده فرق شاسع، بتاكلوا طعم مختلف خالص عن الحاجات اللي انتوا بتاكلوها. ولا في ريحه، ولا في ريحه في الاستوديو، ولا في ريحه مش لطيفه، ولا اي حاجه من الكلام ده. بصوا انا حطيت فصين مستكه كده يدوني طعم ريحه وطعم حلوين جدا. يلا هبدا بقى اشوح الطحال والفشه بالشكل ده. يلا يا اسلام. اهو سيبهم بقى يتشوحوا كده، عايزاهم يتحمروا بقى تحميره حلوه كده. ده الايه المخ؟ اه ماشي. اديني طب المخ. يلا ننضف كده ونبدا نطلع بقى. يلا اسلام طلع عن الفرن اهو المخ اللي عندنا. هجيب شويه ثواني اسرع. هرش بقى شويه البهارات اللي احنا عملناها مع بعض وعلى المخ اهي بالشكل ده اهو، وكده زي الفل. تعالوا بقى نقدم الفشه والطحال والكلام ده كله.
يلا اسلام نشيل ده بعد اذنك. تعالوا بقى نجيب الصينيه. خلاص شوحنا بقى الكلام الحلو ده. الله على الروايح بجد، الله على الروايح. ممكن كمان نحط على فكره فيهم بس بعد، ممكن ما نرصهم اهو. هبدا بقى ايه ارص الفشه كده والطحال. احنا الوقت معانا ايه؟ ها؟ طيب اهو. طبعا انتوا حطوهم عادي، انا ايه قاعده برص فيهم كده عشان يدوني شكل كده حلو. شويه بقى عيش بلدي كده بشويه جرجير وطحينه والكلام الحلو ده، ونبدا بقى ايه نحط كده كل الحاجات الحلوه دي. بصوا بقى، بصوا حته الفشه، الله على الجمال بجد. سامعاكم بس بغيظكم اهو. قاعدين بيقولوا لي بس حرام عليكي. طبعا الفشه زي ما قلت لكم ممكن تقطعوها مكعبات لو حابين. اهو انا العيد الكبير ده بالنسبه لي يعني الموسم بتاعي بحب كل وصفاته بكل الاكلات الحلوه بتاعه العيد الكبير بجد والله. عندي يعني الوصفات بتاعه العيد دي وصفات مميزه، يعني بستمتع وانا بعمل ممبار والحاجات الحلوه اللي بتبقى بنستناها من العيد للعيد وبنقعد طول السنه ما بنعملهاش. فببقى بالنسبه لي بصراحه وصفات العيد دي حاجه ممتعه جدا بالنسبه لي. نحط كده فشه طحال، ناخد كل بقى الحاجات اللي موجوده اهو بالشكل ده. فكره اللسان برضو ممكن تعملوه بنفس الطريقه اللي احنا عملنا بيه الفشه والطحال لو عندكم لسان. هاخد بقيه البهارات اللي انا حطيتها كت للمخ اهو، وهرش كده شويه جوزة الطيب على شويه كمون وكزبره وفلفل اسود، وادعوا لي اهو. احنا كده عملنا ايه النهارده؟ عملنا المخ البانيه، وعملنا مع بعض بصوا الميه الساقعه اهي هنطلع فيها المخ اللي اتسلق تمام، وعملنا مع بعض الفشه والطحال من الالف للياء. كل الحاجات عملناها مع بعض بوضوح جدا تمام، وبرده المخ من الالف للياء عملنا كل حاجه، وعملنا مع بعض الرقاق باللحمه المفرومه بطريقه حلوه يلا طلعوا اسلام، طريقه حلوه ولطيفه وسهله، وبجد من اكتر الحاجات اللي انا بحبها بصراحه ان انا عملتها معاكم النهارده. الفشه والطحال والمخ والكلام ده بحبه جدا، فبعملهم بحب وبصراحه يعني دول من انضف الطرق اللي انا يعني بعملها، وفعلا يعني جربت حاجات كتير 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 قبل كده، يعني دول انضف نتيجه واحسن نتيجه على ضمانتي. اعملوها بنفس الخطوات اللي احنا عملناها بجد هتدعوا لي. قبل ما انهي هرد بس على موضوع الشوي. الشوي بتاع اللحمه اكتر حتتين يعني يتشوا في السريع ومن غير سلق والكلام ده كله انتر كوت وفليتو. الحاجتين دول تقدري ان انت تجيبيهم، وهي حته زبده بترميها في طاسه وبتقومي مشوحه من الناحيتين وملح وفلفل وجوز الطيب بس، مفيش ولا بهارات ولا تتبيله ولا الكلام ده، وكلي احلى لحمه على الطاسه او على الجريل مشويه بطريقه سهله خالص.